ولا الاهلي 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 وجمهوره ما عندهمش رفاهيه الاعذار. شوف انت قلت ايه في الانترو بتاعك، عديت الاهلي فاقد اكتر ده من احنا ايه اغسطس لا لا نوفمبر دي ديسمبر ده بالنسبه للضغوط. يوليو مفيش فرقه في العالم لعبت العدد ده من المباريات طبعا في العالم، مظبوط مفيش حد لعب. خد بقى كمان عندك 15 نقطه رسمي فاقدهم بسبب اخطاء حكام. قلت 10 اعترف بس مش 15. لا 15 وعدهم لك. بص وادي دجله بنالتي بيكهام ادي اتنين. لا اذكر اسم واحد. الخبير اللي قال لا. عشان بس الناس تصدق. والله والله خبراء التحكيم يا جماعه، الفيديوهات موجوده. لا الفيديوهات موجوده. هدف ايمن اشرف البنك الاهلي. بيراميدز هدف بوليا وبنالتي شريف ادي اتنين 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 ستة. الاهلي والجونه بنالتي لطاهر وبعدين الجونه تعادل من كره اصلها فاول على قفشه ادي اتنين كمان يبقى تمانية. فاول لقفشه وبعدين المحله والاهلي ثلاث جرائم تحكيميه. بنالتي محمد هاني، الفاول الوهمي اللي جه منه الجون، الطرد بتاع المدافع اللي ما اتطردش، تمام؟ ادي ثلاث نقط و8 11. مباراه القمه 2 ادي 13. 13 مباراه الاسماعيلي الاخيره بشهاده سمير عثمان واحمد الشناوي بنالتي لاجاييه، يبقى النتيجه 2-0 والماتش يخلص صح؟ يبقى دي كمان نقطتين باخطاء تحكيميه. ومع هذا مع كل الكلام اللي احنا بنقوله، ضغط مباريات، اخطاء تحكيميه، مش هنتكلم على الاخطاء اللي في الناحيه الثانيه. او بالمناسبه انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه، هذا لا يعتبر تبرير، ولكن احنا بنبرز. احنا عندنا زي ما ده بس استاذ محمود استاذ جمال موجود وقائع. اكمل بس اكمل في الاول زي ما استاذ محمود استاذ جمال اتكلموا في هذه النقطه وقالوا ان الكلام ده كله ان احنا بنحاسب انفسنا الاول. ايوه كالنادي الاهلي يعني بيحاسب نفسه الاول. الجمهور بتاعك الجمهور بتاعك مع كل ده ما عندوش رفاهيه الاعذار. الجمهور بتاعك اللي فرحان لسه بالثلاثيه والعشره والنجمه العشره بيعاتب اللعيبه وبيلومهم وبيقول لهم انتوا السبب. ما بيقولش ما بيرجعش وما بيعلقش الشماعه. ليه؟ لان جمهور الاهلي ثقافته زي ثقافه النادي الاهلي.